لا 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 خرجوني 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 من هنا خرجوني من هنا. الحرب ليست في فلسطين فقط، إنما الجهاد هنا لا يقل عن الجهاد هناك. لذلك فأنا أطالب باعتبار الكوكاكولا شراباً محرماً، وبطابع بريد عليه صورة الأقصى، وبقرش صاغ واحد يشتريه المصريون من أجل فلسطين. ولكن يا مولانا، نريد أيضاً الذهاب والقتال، نحن نحس بدايات الهزيمة. سوف أدرس طلباتكم. ومن يرضى بذلك؟ لا بد من التطوع. سوف تذهبون، ولكنني أريد أن أقول إن اليهود هناك واليهود هنا، اليهود هناك واليهود هنا، لهم مصالح ومحال وأماكن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بكير توب، عم بيحييك الزلمة، ليش ما بترد؟ مين في شارلي دبر يا خد؟ كيمو خبريم؟ بده يحكيك مثل الأصدقاء. أنا ما شرفنيش صداقة واحد زيك، محتل، فاجر، قاتل. ليش ما تكون مؤدب؟ ما هو أمير؟ هو أمير لوكافوتشي هي حافير، لكوفيش طبيش فيرو تسيح. نحن ورغيمو تخيم شجام هتام رتخيمو التاني. بيقول لك نحن بنقتلكم وانتو بتقتلونا. احنا اصحاب ارض وحق، انتو عصابة محتلين. نحن بعاليم شل ايرتس اسرائيل او بعاليم شل زيخوت فاقتم كوف جيم. انت عايز مني ايه؟ ما قطارو تسيمي منه. اسمك، سنك، رتبتك ووحدتك مش هتاخد مني معلومة. اسمع يا زلمة، احنا عرب مثل بعض، اتكلم هيعذبوك. انتوا هنطردكم من فلسطين، اما انت مستحيل تبقى عربي، ما عندكش نخوة العرب، رخيص، خاين وكلب. ناحية تانية يلا قولوا هيك بي. فأمرشي أني لو عربي في أين لي هبقروتها عربي من فأمر لخا شيهم يقرشو وتينو. غدا سأذهب بلدك وأقعد في بيتك وسوف أنام على زوجتك وأمك أيضا. جاكوب، سلامت موسال. سلام. الليلة هدية عيد ميلاد مفعم. كل سنة يا طيب. مرسي. ممكن تنقلي هدية من فضلك؟ باردون مسيو، جو سوي تري فاتيغي. فيفيان، ممكن تروحي مع المسيو تشوفي عايز ايه؟ افيك بليزير مسيو، تفضل. بسهولة كده يا ليلى تسيب لها الزبون بتاعك؟ مش قادرة أتكلم مع حد. لسه مفيش جوابات من علي؟ طب بس لحسن المدير يجي وتبقى مشكله. انا
لازم امشي. هتروحي فين؟ وهقول له ايه؟ قولي له اي حاجه. قولي له ماتت اغمى عليها. اي حاجه يا دلال. خيانه يا سعد. خيانه، افهم، خيانه. خيانه مين ولا مين؟ اللي قاعد في القصر هناك ولا اللي قاعد في القصر هنا جنبنا؟ كلهم خونه. واحد بعنا عشان حته ارض، كلب التاني بعنا عشان عموله. شت، وطي صوتك يا حسين، الجنود هيسمعوك. لحد امتى هوطي صوتك؟ لغايه ما نرجع ونشوف حل. حل؟ شايف فيها حل؟ انت اللي بتقول كده يا حسين؟ ما نستاهلش شرف الكاكي اللي لابسينه لو ما خلصناش مصر من اللي بيحصل فيها. جندي محمد. استريح يا جندي محمد. حاضر يا فندم. مالك؟ مش قاعد مع زمايلك ليه؟ تعبان حضرتك. ما في حكيم. مالك يا ابني؟ جالك جواب من البلد في حاجة؟ بتبكي ليه؟ صعبان عليا زملائي اللي دمهم راح. حضر يا فندم. ما تعيطش يا محمد. عمر دمهم ما يبقى هدر، أنت فاهم؟ حاضر يا فندم. امسك نفسك كده وخليك راجل زي ما أنت طول عمرك راجل. حاضر يا فندم. مفيش أي أخبار عن حضرة الظابط علي؟ لما تيجوا عندنا هنجيب لكم أكل أحسن من كده. سامع؟ أني يدعتي ميخاليك شابوين شيهو متبطيح نشق مشيهو أني تصريخ لدعات ما هو فيه. وعرف من رفقاتك أنك بتطور سلاح، إيش هو وكيف يشتغل؟ أنا أسير مش سجين عادي، معاملة الأسرة ليها قواعد وقوانين.